لكن manifestation ولكن with normal platelet count ما عنديش affection في البليتلت يبقى انا اتوقع ان احنا عندنا مشكله في الفانكشن وليس في الكاونت وده اللي هو inherited platelet function disorder دي ليها wide spectrum qualitative platelet disorder من just mild bleeding tendency ممكن تبقى severe life threatening bleeding والdiagnosis والclassification صراحة is very challenging لأن فيها بعض الحاجات بتبقى مش clearly زي ما هي موجودة بالظبط. البليتل فانكشن disorder دي condition البليتل doesn't work well. الفانكشن بتاعت البليتل زي ما احنا عارفين الأدهيجن والاكتيفيشن والسكريشن والاجريجيشن في affection في أي واحدة من الفانكشن دي along the pathway of the platelet function. وبالتالي بيأثر على الفانكشن ويحصل عندي bleeding manifestation. بيبقى الطفل عنده tendency للبروزس أو bleeding سواء كان frank bleeding أو scale mucous membrane bleeding والplatelet function disorder ممكن تكون نتيجة problem في البليتلت نفسها أو على مستوى الريسبتور أو على مستوى السكريتد granules. علشان نعرف أنهي المشكلة موجودة فين في البليتلت في الريسبتور في الجرانيولز ونبحر في البليتلت فانكشن ديس اوردر هتكلمنا عليها استاذتنا القديره الاستاذه الدكتوره عزه عبد الجواد استاذه طب الاطفال جامعه عين شمس ونعرف اسباب البليتلت فانكشن ديس اوردر. انا ام جوينج تو سبيك اباوت نيونيتال انهيرتد بليتلت فانكشن ديس اوردرز وعشان هنتكلم عليها لازم نتكلم على البليتلت ستراكشر. ان اكستريملي شورت البليتلت از ستراكشر از فيري كومبلكس لازم نعرف ان انا على ال surface of the platelets في many receptors on the surface of the platelets. The platelets ليها رول مش بس في ال coagulation ليها رول في ال inflammation وليها رول في immunity ليها multiple roles. ال receptors اللي موجودة على surface of the membranes اللي هي mainly involved in the coagulation are those present in this table اللي هي GP2B3A اللي هو بيبايند بالذات للفابرينوجين والفامبلبرام ده اللي الديفكت بتاعه بيكون يعمل لي جلانز مان ثرومباكتينيا والجي بي 1 بي اللي هو بيبايند اساسا للفامبلبرام فاكتور اللي الديفكت بتاعه بيعمل لي برنار سوي اي جي بي 1 اي 2 اي والجي بي 6 الاهم كمان ومن الحاجات المهمه ان جوه البليتلت في اورجانيلز الاورجانيلز دي بنقسمها الى في منها الالفا جرانيولز وفي منها الدنس جرانيولز الالفا جرانيولز ليها رولز كتيره لما البليتلت تبقى اكتيفيتد مر عليها بيحصل سكريتري اكشن طلع الالفا جرانيولز الكونتنت اللي فيها ثرو حاجه اسمها الكاناليكولار سيستم اللي جوه يخرج لبره منها الالفا جرانيولز فيها ادريزل بروتين زي الفابرينجون فامبلبرام فاكتور فيها جروس بروموتنج فاكتور زي البليتلت ديرايف جروس فاكتورز والترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا فيها كواجوليشن فاكتورز كمان في الدانس جرانيولز الدانس جرانيولز بتطلع لي اي تي بي اي تي بي وسيروتونين وليها مالتيبل ديفرنت فانكشنز من ضمن الحاجات كمان اللي في البليتلتس ليها رول في البليتلت بلاد والبروكوجولانت اكتيفيتي الممبرين فوسفوليبيدز اللي في البليتلتس البليتلتس لما بتبقى اكتيفيتد الممبرين فوسفوليبيدز دي بيحصل فيها تشينج في الكونفجريشن يطلع لي على السيرفيس اوف ذا بليتلت ممبرين الفوسفاتيدايد سيرين تبتدي الكواجيليشن تبتدي تحصل اون ذا توب اوف ذا بليتلتس معلش دي مقدمه لابد منها عشان قبل ما نتكلم على الكلاسيفيكيشن البليتلت في الهيموستاسيس بتعمل ستيبل بليتلت بلوك وكمان بتنديوس بروكوجولانت اكتيفيتي وليها رول في الفايبرينوليسيس ايه الكلام العجيب اللي انا حاطاه ده اتس فيري امبورتنت الفيزز بتاعت الفورميشن اوف بليتلت بلوك بتبتدي كده نمره واحد الفيز اوف اديجن اديجن اللي هي انجري اوف ذا بلاد فيسل يظهر الكولاجين لما يظهر الكولاجين يجي الفامبري براند فاكتور جاتس اتاتش تو ذا كولاجين البليتلتس دي فيها ريسبتور للفامبري براند فاكتور اسمه جي بي 1 بي يبقى البليتلتس ده بيكم ادرن تو ذا فامبري براند فاكتور وتو ذا كولاجين ثرو الجي بي 1 بي طيب ده كلام جميل يبقى نمره واحد ذس از ذا اديجن نمرة اثنين يبقى البليتلتس بتبتدي تبقى اكتيفيتد ندخل في فيز اوف اكستنشن، اكستنشن يعني ايه؟ اكستنشن يعني البليتلتس هت ده بيكم ادرن بقول ايه هوريزونتال على الانجرد سيرفيس تمام؟ كويس ده كلام جميل لما بيحصل كده البليتلتس ده ار اكتيفيتد تبتدي تطلع الجرانيولز تطلع الكونتنتس بتاعتها ويبتدي يعمل بليتلت اكتيفيشن اسمها فيز اوف اكستنشن اهميه الفيز اوف اكستنشن ان الاكتيفيشن بتاع الكوبابيليشن كاسكيد اون ذا توب اوف البليتلت بتحصل في الفيز دي تو دي ممبرين فوسفوليبيدز. الفيز الثالثه بقى
اللي هي الفيز اوف اجريجيشن. يبقى بقى البليتلتس لما بتبقى اكتيفيتد زي اكتيفيت الريسبتورز اللي هي اسمها جي بي 2 بي 3 اي. جي بي 2 بي 3 اي هيجي يعمل اتاتشمنت لكل البليتلتس مع بعض ثرو الفايبرينوجن اند ثرو ذا بوند جراند فاكتور يقوم يعمل لي البليتلت بلاك. جود ناخدهم بقى ستيف وستيب باي ستيب. البرنار سوليه سيندروم برنار سوليه ده ديفكتيف ايه ده في الديفكتيف فيز اوف اديشن عشان انا ما عنديش الجي بي 1 بي ريسبتور اتس ان اوتوزوما ريسيسيف كاركترستيكلي ايه ترومبوسايتوبينيا يوجوالي مايلد لكن البليدنج بيكون اشد كتير من الليفل بتاع الترومبوسايتوبينيا. البليتلتس السايز بتاعها في البريفيرال بلاد بيتقال عليها جاينت بليتلتس. النورمال سايز اوف ذا بليتلتس لغايه 11 كيلوليتر ده السايز بتاعها اكتر من 11 كيلوليتر بيتقال عليها ذا سايز اوف ريد سيلز. اللي انا هتكلمه النهارده بيؤكد الدور المهم جدا للكلينيكال باثولوجي هيماتولوجيست في الدايجنوزس اوف هيماتولوجيكال ديسوردرز. لازم الكوبريشن بين بين الهيماتولوجيست وبين الهيماتولوجي كلينيكال باثولوجيست ذا اكسبرت. هيقول لي والله ده انا عندي جاينت بليتلتس في البريفيرال بلاد. طيب الهول مارك هشخص بايه؟ هشخص ب اللي هي الفيلير اوف بليتلتس تو اجلوتينيت ان ذا بريزنس اوف ريسبوستين. هو الريسبوستين ده اتز ماتيريال لقوا ان هو لما بيتحط ان فيترو على البليتلتس ذا بليتلتس ذا ار جوينج تو اجريجيت. في حاله واحده بس لما يبقى ذا ار جوينج تو بليتلتس ذا اجريجيت لو في البومبل جراند فاكتور موجود وجي بي 1 بي ريسبتور موجود. يبقى الفيلير اوف بليتلت اجريجيشن ان ذا بريزنس اوف ريسبوستين هتحصل في حالتين، يا اما ان العيان عنده جي بي 1 بي مش موجود في البرنارد سوليه، يا اما العيان عنده فامبلي جراند فاكتور مش موجود في العيان اللي عنده فامبلي جراند ديزيز. This is failure to agglutinate with ريسبوستين يساوي برنارد سوليه او فامبلي جراند فاكتور، تمام؟ دلوقتي عندنا حاجه بسيطه جدا بتوع كلينيكال باثولوجي ما بيرضوش يعملوا البليتلت اجريجيشن، يقول لك البليتلت كاونت اقل من 100,000، ما هو اللي عنده اكيد البليتلت كاونت اقل من 100,000. يبقى بنعمل ايه؟ بنعمل فلو سايتومتري تو ديتكت دي ريسبتور اون سيرفيس اوف البليتلت. في حاجه ثانيه فيها فيلير اوف ذا اديشن ويجي لك ان يونيت عنده ثرومبوسايتوبينيا وعنده لارج سايز بليتلت ممكن يكون معاه كونجنتال هارت ديزيز ممكن يكون معاه كلاس بالك ممكن يبقى معاه هايبوكالسيميا دي الحاجات اللي كان بريزنت ان نيوريتا بيجر وتقول دي الحاجات بتمشي مع داي جورج سندروم ليتر اون هي ماي ديفلوب نيورولوجيكال مانيفستيشنز اند اذر مانيفستيشنز لكن الفيتشرز اللي انا حاطط عليها كارت دي هي ثرومبوسايتوبينيا او هايبوكالسيميا لا بفكر في الداي جورج سندروم او كلاس بالك بفكر في الداي جورج. في بقى الجروب الثاني هو الفيز اوف اكستنشن ده افكتد بسميه ستورج بول يا اما افكشن الفا بسميها الفا ستورج بول ديفكتس او دانس ستورج او دلتا ستورج بول ديفكتس او كومباين. اللي شهير جدا في الالفا ستورج بول اسمه جراي بليتلت سندروم اتس نوت سو كومن لكن الناس لو انتبهت له هتشخصه تمام. دول مفيش ما عنديش الالفا جرانيوز فالالفا جرانيوز ما بتعملش بيرستنج لما يبقى اكتيفيتد ما بتطلعليش الحاجات كتير اللي هي المفروض تطلع. فيحصل ايه؟ يحصل ان العيان بتاعي الجريت بليتلت سندروم العيان بتاعي بيبقى عنده مايل تو مودريت ترومبوسايتوبينيا وعنده لارج سايز وجريت اجرانيولر بليتلتس تبقى البليتلت شكلها كده ما عندهاش they are they have a gray hue عشان هي ما فيهاش جرانيوز ممكن تبقى big size ممكن تبقى normal size وعندي failure of platelet aggregation لكل حاجه. electron microscopy طبعا كل حاجه ما عدا الريستوستين لان الموضوع ده ملوش علاقه بالريستوستين. electron microscopy will reveal near complete absence of the alpha granules يبقى الدايجنوزز بتاعي هيبقى بالالكترون مايكروسكوبي. الدنس ستورج بول ديفاكتس دي بقى بيبقى فيها نمبر اوف بليتلتس نورمال تمام والبليتلتس شكلها نورمال بالمورفولوجي باللايت مايكروسكوبي لكنهم they are not properly functioning this is autosomal dominance of trans in families الوحيد التشخيص ليها هيبقى بالالكترون مايكروسكوبي. بيقسموها لجروب فيها نورمال لايزوزومز وجروب فيها ابنورمال لايزوزومز. طب لو الجروب اللي فيها ابنورمال لايزوزومز بيسموها دنس ستورج بول ديفاكت associated disorders يدخل فيها هرمانسكي بودلك usually they don't present at birth لكن شيبز اكتياشي وبريزيلي ممكن يعملوا لي ثرومبوسايتوبينيا at birth واللي شهير عندنا جدا اللي هو الشيبز اكتياشي الشيبز اكتياشي كلنا عارفين الثلاثه جروبس of these disorders بيبقى كمان عشان اللايزوزومز افكتد معاهم ميلانوزوما ديفكت بيبقى فيهم a pattern of hypopigmentation
لما نيجي الشيت زي كيجيش هي بريزنت هي كان بريزنت ان نيونيت ده ممكن يبقى عنده ترومبوسايتوبينيا العيان دوت وعنده امبيرد بليتليت فانكشن عنده انكريز لايبيليتي فور بليدنج اللي فيري كاركترستيكلي ان العيان دوت لو بصيت للنيوتروفيلز هبص الاقي ان النيوتروفيلز فيها لارج سايتوبلازميك لايزوزومال انكلوجنز اند ذس از فيري كاركترستيك ومعاه طبعا افيلوكتينيوس البنزم immune deficiency that was in NL syndrome later on بعد النيوميتال بيريد حتى we are going to be back to neurological deterioration مهم تشخصه بدري عشان you manage early علشان قبل ما العيان ده deteriorate لأن هما ده الأبوال والتماليجنسي حتى الثرومبوسايتوبينيا زي دكتور عبد الرازق قال لنا ثرومبوسايتوبينيا absent rages syndrome تمام بيبقى associated معاها dense granule defect فبالتالي they are liable to bleed على الرغم ان platelet count بتاعهم ما يكونش مستريح الجلانزمان ده اشهر بليتليت فانكشن ديفكت احنا بنشوفه والجلانزمان الديفكت بيكون في ايه الديفكت بيكون في الفيز اوف اجريجيشن اللي هي جي بي 2 بي اللي هي ده في في الجي بي 2 بي 3 اي كومبلكس في تثبت كروموزوم ريسيسيف بليتليت كاونت بتاع العيان نورمال لكن عنده امبير بليتليت اجريجيشن ان ريسبونس للاي تي بي وكولاجين ابنفرين ثرومبين لكن الاجريجيشن مع الريستوسيتين نورمال لان ده يتفكس ذا ستيج اوف اجريجيشن ملوش دعوه بالانيشال فيز بتاعت الاديجن اللي هي افكتد بالريستوسيتين لو الجلانزمان دلوقتي بنشخصه فيري ايزلي بنطلب من المعمل يعمل لي فلو سايتومتري للجي بي 3 اي اللي هو سي دي 61 الجي بي 2 بي اللي هو سي دي 41 يبقى سهل ان انت تشخصه لو انت شكيت في الجلانزمان ثرومبوكينيا في كمان السايتوسكيلتون بتاع البليتلز بيأثر على البليتلت فانكشنز واحنا في مؤتمر مناعة فالويسكوت ادروكس سندروم ويسكوت ادروكس سندروم فيها immune deficiency فيها thrombocytopenia بس very characteristic للويسكوت ادروكس سندروم ايه small size platelets يبقى لو هيبص في البلاد فيلم كويس بيجي يقول لي انا عندي small size platelets يقول لي لا بفكر في ويسكوت ادروكس سندروم طب انا هشخصه ازاي يعني شوف الفيلم How small they are. This is the film with normal size platelets. This is the film with small size platelets. Characteristically, طبعا thrombocytopenia leading to tendency eczema. بشكل زي atopic dermatitis. Immune deficiency pneumonia طبعا and there is increased liability for malignancy. آخر حاجة برضه من الحاجات اللي بتعمل affection في cytoskeleton وreported كcause of neonatal deadliness it's a rare cause لكن ممكن تعمل لك thrombocytopenia وتلخبطها تمام؟ A disorder اسمه May Haglin thrombocytopenia وسموها May Haglin related disorders فيها the effect of the non-muscle myosin to a skeleton بتاع platelets تمام؟ عيانين دول هيجيلك العيان بthrombocytopenia فري ممكن with brutality large size platelets اكبر حجم platelets giant platelets عايز تعرف العيان دوت دي congenital thrombocytopenia ولا دي thrombocytopenia acquired اسال على family history اسال على family history of thrombocytopenia اسال على family history of kidney disorders cataract او deafness لان الجروب دول من disorders may be associated with kidney disorders deafness و cataract is usually in early adulthood and later on تسال الام وتسال البيرنتس تمام و very characteristic huge size platelets they are of the size of red cells وتيجي تقول بتاع المعمل لو سمحت من فضلك بص لي في العيان ده على leukocyte dye-like bodies دور لي على leukocyte dye-like bodies لان هم دول موجودين في السيتوبلازم بتاع النيوتروفيلز و they are very characteristic بيقول لي ده cytoplasmic aggregates للنان مايوسين MHC2A تمام platelet count varies greatly من اقل من 10,000 ل above 150,000 وده this is the main diagnosis يبقى لو انا حطيت الجدول بتاعت الانهيرتد platelet disorders platelet function disorders يا اما defect في receptors واحنا اتكلمنا اهمهم بيرناسوليه وجلانزمان يا اما defect في platelet granules احنا اتكلمنا على الدنس والالفا granules انا اتكلم على اللي هما المهمين سايتوسكيلتون زي ماي هابلن والويسكوت الدروك وفي ابنورماليتيز اوف ذا ممبرين فوسفوليبيدز اتس فيري رير اسمه سكوت سيندروم وده بتبقى افكشن في الممبرين فوسفوليبيدز اللي هي بتافكت ستيج 2 اللي هي بتاعت الاكستنشن اللي هي بتاكتيفيت الكواجليشن كاسكيد وده بيجي بالبيكتشر مش بتاعت بليتلت بليدنج بتيجي بالبيكتشر زي كواجليشن ديفكت لان ما بيحصلش اكتيفيشن للكواجليشن
Finally, in management, تعمل إيه؟ local topical thrombus أو anticoagulant agents عاملين لهم platelet function impact. تديله أنت عايز platelet transfusion أو بس تخاف من الأورجانيزيشن. لازم تديله as much as possible match platelets and patronymic HLA match. عندنا طبعا recombinant factor 7. Allogenic bone marrow transplantation بس أنا أحط حاجة قبلها. المايهاجلون ريليتد انوماليز دلوقتي بتتعالج بالثرومبوبوتين ريسبتور اجونست. وفي اورال دروب which can be the drugs which can treat these defects. Finally انت عايز تقول ده inherited thrombocytopenia او thrombocytopathy او inherited platelets in family history. اذا كان عندك other diagnostic features زي مثلا small size platelets او giant platelets أو أنت عندك bleeding out of proportion platelet count في neonate اللي موجود at birth تمام، عندك skeletal anomalies، عندك تترك، عندك hearing loss تمام، وتسأل in the family. ده مهم جدا. هو أنا هحط حاجة هنا لما يجي نتكلم، you should exclude acquired causes of platelet function defects في neonate. زي في المدر مثلا، ممكن في المدر معروف إن maternal hypertension is going to affect platelet functions لو هي واخدة endometazine، لو هي واخدة aspirin، واخدة ibuprofen. هيأثر على البليتلت فانكشن. في نيونيت لو هو عنده سبسس هتأثر على البليتلت فانكشن، لو هو عنده هايبوكسيا هتأثر على البليتلت فانكشن، لو واخد انوميتازين اخد اسبرين كمان، على فكره الاسبرين في البدر بيأثر على البليتلت فانكشن في نيونيت، في نيونيت مش هندي اسبرين. انهيلد نايتريك اوكسايد عشان الترمونال هايبرتنشن، الانتي بايوتكس ممكن تأثر على البليتلت فانكشن. ففي النيونيت ممكن يبقى في اكواير كوزز وذر نيونيتال اور ماترنال ويتش كان افكت البليتلت فانكشن. يعني منعطف تاني خالص، هنسيب البليتلت خلاص وقصة البليتلت وهندخل على coagulation disorder. بصراحة هي very challenging برضو coagulation disorder في النيونات نتيجة الأبنوماليز اللي اتكلمنا عليها والإماتيوريتي والcomplex coagulation system في النيبون اللي ممكن يؤدي إلى life threatening complications. كمان إن الإنتروكرينيا الهيموديش ممكن يكون ده الفيرست والأونلي presenting symptoms في حالة coagulation disorder. دي في حاجات rare لكن ممكن تحصل، وإن الأذر بيجينج manifestations زي bleeding في السكالب كفالة هيماتوما أو injury-related bleeding بعد invasive procedure أو delayed cord separation، persistent oozing من umbilical stem، ده typical للإنفانت with defective in fibrogen production or function or factor 13 deficiency. علشان كده هتكلمنا وتسبح بينا في فضاء coagulation disorder. أستاذة الدكتورة منى الغمراوي أستاذة طب الأطفال جامعة القاهرة. ليه مهم قوي ان احنا نتكلم على الكواجيليشن ديس اوردرز والكواجيليشن بليدنج ديس اوردرز؟ طبعا لان احنا لما بنقول كواجيليشن ده بيشمل مفروض البليدنج والثروماتيك، بس احنا النهارده بنتكلم بس على النيتال بليدنج، لان ستيل ات بريزنتس ا فيري امبورتنت دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك تشالنج ايفن للنيوماتولوجيست. It presents as a hemorrhagic emergency. وزي ما حضراتكم تفضلتوا وسمعتوا قد ايه فيري فريكوينتلي ممكن يبريزنت بانترافرينيال هامريج، وبالتالي التايملي دايجنوسيس كان بريفنت النيورولوجيكال او النيورو ديفلوبمنتال سيكولي. وده اللي الدوله كلها يمكن دلوقتي انا بتكلم شويه من الناحيه الاداريه بتتكلم عليه، ان هو هاو تو بريفنت الانكاباسيتيشن والديسابيليتي من بدري جدا. وهوايفر برغم من كل الاهميه دي ما زال ما عندناش randomized control trials، ومعظم التريتمنت regimens او strategies بتبقى empiric وما بتبقاش evidence based in the majority of cases. How different؟ الأستاذ الدكتورة الدكتور أسامة الصافي تفضل وقالها إن أنا برائع. أنا بس كل اللي عايزة هايلايت فيه إن إحنا كبيدياتريشنز مهم قوي إن إحنا نبقى عارفين إن الـ level of coagulation factors and the inhibitors are lower في normal healthy newborn، especially اللي هم السليم بروتيزس اللي هم فاكتور 2 و7 و9 و10 والبريكاليبرين والهاي موليكيولار ويت فاينينجن. وعشان كده normal healthy term newborn، وطبعا ده بيبقى further exaggerated في البيتر، ممكن تلاقي الـ PTT بتاعهم والـ PT slightly prolonged عن الـ adult. Factor 5 زي ما الدكتور أسامة تفضل وقال، وفاكتور 8 بيبقوا normal، إنما فاكتور 13 برضه بيبقى deficient، وكمان الـ fibrinolytic system الـ plasminogen والـ antithrombin 3 والـ protein C والـ protein S. حاجة تانية إن بالتالي معظم اللابس بتاعتنا بتدينا reports with reference للـ adult range.
احنا لازم واحنا when we interpret نبقى عارفين النورمال رينج بالذات في النيوناتولوجي. ودي من الحاجات اللي طول عمري كنت بتخر بيها في النيوناتولوجي، اقول ان احنا لوحدنا في النيوناتولوجي لنا رينجز في كل حاجه ولنا جداول لوحدنا ولنا مانوال لوحده. ف this is very true. We have to refer للنورمال according to the gestational age بتاع النيوبورن and then. وdespite of this still striking difference في level of components لقوا ان معظم الكواجيليشن اساي زي الثرومبوبلاستوجرام زي الايوبلوبين بلوت لايسيس تيست وزي البليتلت فانكشن انالايزر تيست that the neonatal coagulation is equal or somewhat more rapid or robust than the observed in others. هو بيبقى مستني الريسك فاكتور عشان هو ده اللي يبدا يعمل لنا الديفيشن اللي بريزنت از نيونيتال بليدنج. مهمتي سهله قوي لان الكوزز ار فيري سيمبل وكونسايز. الكونجنتال بليدنج ديس اوردرز او الانهيرتد اهمهم طبعا الهيموفيليا اي ام بي وليس كومنلي فاكتور 13 ديفيشنسي. الفوندل براند از ريلي بريزنتنج ديورينج ذا نيونيتال بيريد لان الفوندل براند فاكتور زي ما الدكتور حسين تفضل وقال بيبقى اوريدي انكريز في النيو بورنز. وفي اخر كاتيجوري اللي هي الريل بليدنج ديس اوردرز وهنجيبهم دلوقتي. الاكواير طبعا الفيتامين كي ديفيشنسي which is very common اللي هو كنا زمان بنسميه هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن وهو ده اللي احنا بنشوفه. والدي اي سي وفيري ريلي الحقيقه ليفر ديزيز بريزنتد بنيونيتال بليدنج في النيونيتال بيريد او بليفر سيت فيلير. طيب when to suspect congenital bleeding disorders or coagulation disorder, this is very important. Presence of bleeding in a healthy term or preterm infant, especially the normal platelet count, that by itself should alert us to the possibility of congenital bleeding disorder. وهقول لحضراتكم دلوقتي قد ايه احنا sometimes بنوصل لsense of denial. When to suspect, لو عندي positive family history, انما in one third of cases ممكن ال family history يبقى negative even في hemophilia A or B. ال von Willebrand represent في type 1 و type 2 in autosomal dominant pattern وال 3 in autosomal recessive pattern ومعظم ال rare congenital disorders بيبقوا autosomal recessive. يبقى مش عدم وجود family positive family history ي exclude ان انا ابدا اعمل screening for the newborn for congenital bleeding disorders. وبنشوفها كتير جدا. حاجة تانية لو بدأ يحصل اوزنج من الامبلايكال ستام او delayed separation of the umbilical stump الاكسسيف طبعا بليدنج من الفيني بانكشرز اللارج كابوت ساكسينيوم او الكيفال هيماتومز especially in a healthy with normal platelet count والبرولونج بليدنج طبعا following circumcision. وده اللي كلنا عارفينه ويمكن ده اللي سهل قوي انما مهم قوي ان احنا ما ننساش ان even مجرد ان الانتراكرينيال هامرج in a term or late preterm without evidence of a birth trauma by itself يبقى اي newborn عندي ب intracranial hemorrhage I should screen him for a congenital bleeding disorder. ونفس القصه unexplained bleeding in a very low birth weight infant لازم اعمل coagulation profile at least coagulation profile. وليه بقول الدينايل؟ لانه للاسف ما زلنا بنشوف حالات على مستوى البيدياتريشنز وعلى مستوى الاهل فيها denial قوي جدا. انا كان لسه عندي عيان بالبوست circumcision bleeding واتخذ له فيها stitches negative family history ومع ذلك no one decided to screen him for coagulation disorder. راح الطعم خد intramuscular vaccine طلع بيه ب large huge thigh hematoma قد كده. راح للبيدياتريشن قال له لا ده abscess. عمل له CBC و CRP وما عملوش coagulation profile. والCRP طلع negative وستيل no one considered screening for congenital bleeding disorder. وراح للجراح بالواسطه وبالمعرفه لانه والده دكتور يعني الطفل ده والده دكتور. عمل له ايه؟ عمل له اسبريشن عشان يتشك اذا باس والبلاد. وكانت النتيجه ان العيان ده برولونج بي تي تي محترم جدا فاكتور 8 less than 1% والعيان was hospitalized وريسيف ريبليسمنت ثيرابي. فقد كده احنا كفيزيشن sometimes we deny الاهل عندهم denial و no one can مصر ان هو ينفستيجيت مجرد coagulation profile. فبالرغم انها it's a very simple message بس it's a very important message. طيب بس لازم نخلي بالنا ان sometimes بيبقى عندنا sampling difficulties ممكن to affect the results. ازاي؟ طبعا بالنسبه للبليتلتس كلنا عارفين ان البليتلت كرامبنج ممكن يديني pseudothrombocytopenia. لو عملت insufficient filling of the citrated tube ممكن يديني فوسي prolonged coagulation profile. واللي اهم كمان ان collection of blood samples through heparinized lines وده كتير جدا من التمريض بتاعنا بيعملوا الكلام ده ممكن يديني فوسي positive PTT وبالتالي مهم قوي ان انا اخد العينه بتاعتي اظهر. طيب what about الهيموفيليا؟ بالرغم ان احنا بنعتقد ان الهيموفيليا rare presents in the neonatal period انما this is not true.
One study in Europe, 37% of the hemophilics presented during the first month of life, and in the United States, 68% with severe hemophilia, 50% of the moderate hemophilia. With discrepancy with results, did you call in her according to prevalence or at the age frequent practice with circumcision? In the United States, the practice with circumcision is much more prevalent. طبعاً عشان الجيوش population وعشان الإميجريشن عن أوروبا فبالتالي يمكن هو ده الديسكريبنسي الكومن برزنتيشن زي ما قلناها قبل كده اللي very common أكتر بالنسبة للإنترابينيال هامريج مع الكونجنتال بليدنج ديس أوردرز بيبقى مور لايكلي إن هو يبقى سب ديورال هامريج وليس إنترابارينتمال زي عينين البليتلت ديس أوردرز وفي ريتروسبكتيف ريفيو لما دوروا على البليدنج إبيسودز إن 349 نيو بورنز ويز هيموفيليا عشان نعرف إن إتس نوت أنكومن The intracranial hemorrhage was in 27% with post-circumcision bleeding in 30%. On the day, whenever you have a bleeding male, apparently healthy, with a normal platelet count, with prolonged PTT, go to factor 8 and 9 SE immediately. But again, we have a problem in sampling or in testing. We were saying that the PTT sometimes is prolonged in the term and the preterm infants. On the day, a specific factor SE should also be obtained when there is clinical suspicion. I'm going to be clinically suspecting they justify even though the PTT is normal, within the upper limit of the normal, that justification, because the factor 8 is normal in the level of the newborns, like the adults. So it can be widely known. The other thing, according to the Medical and Scientific Advisory Council of the National Hemophilia Foundation in the United States, they recommend that all the late the term and the late preterm neonates with intracranial hemorrhage should be screened for factor 8 and factor 9, even in the presence of a normal screening coagulation profile. If any عيان عنده intracranial hemorrhage, المفروض ان انا اعمله factor 8, factor 9. حاجة التالتة ان factor 8 زي ما قلنا within adult normal range, وبالتالي سهل قوي ان انا اشخص الهيموفيليا A during the newborn period. Which is not the case in factor 9, and in factor 9 we know that normally it will reduce 15% or even down to 36% of the adult values. And therefore, we don't know how to define the neonatal period except severe and moderate hemophilia B. In the mild cases, sometimes we need to re-evaluate the IN again after 6 months, then we repeat the factor 9 SE level there. Factor 13 is quite rare, less than 1 in a million births. إنما أهميته إنه it's very life-threatening لأنه very commonly presents the very serious life-threatening intracranial hemorrhage اللي دايماً بنفتكرها وبنعلمها للنواب بتوعنا اللي هو bleeding من الأمبليكال stump أو delayed wound healing زي ما هنجلها وتاني second take-home message إنه مش معنى إن عندي normal coagulation profile إنه ما عنديش inherited bleeding disorders واحد منهم is factor 13 deficiency واحد من vascular malformations ممكن يبقى معاها normal coagulation profile يعلمونا في الهيماتولوجي كده في لستة للحاجات اللي ممكن يبقى معاها normal coagulation profile ومع ذلك العيان عنده bleeding disorder وطبعا منهم البيتل dysfunction زي ما الدكتور عزة تفضلت وقال ده list the rare bleeding disorders اللي ممكن تبريزنت in the neonatal period يهمني ان انا نفتكر ان factor 5 احنا قلنا ان الليفل بتاعه بيبقى normal في newborn period وممكن يبقى associated معاه cardiac anomalies factor 13 زي ما قلنا delayed wound healing دي بتبقى من الحاجات اللي مهمة والريكارنت سوفت تيشو هامريج برضه مهم. طيب، وات اباوت ذا اكوايرد كوزز؟ انا قربت اخلص، ده كده الجدول اللي يلمنا الثلاث اسباب اللي فيري كومن، انما هو كلينيكال سبيكينج في فرق شاسع ما بينهم، الفيتامين كي ديفشنسي او الهيموراجيك ديزيز والدي اي سي والليفر ديزيز، صعب شويه ان احنا الثلاثه بيبقى فيهم برولونج بي تي وبي تي تي، انما زي ما الدكتور اسامه تفضل وقال، الفيتامين كي ديفشنسي طبعا از ذا كومنست، بس ده بيبقى عيان هيلثي نيو بورن. ليه بيبقى عنده فيتامين كي ديفيشنسي؟ لان اولا الفيتامين كي از فيري بولي ترانسفيرد اكروس البلاسنتا. الحاجه الثانيه لانه بيحصل انسفيشنت بكتيريال كولونيزيشن اوف ذا كولون ولسه كانت معلومه برضه كويسه قوي حكايه الانتي بايوتكس بالتالي لان ده بيفرزر اجريفيت ذا كونديشن. الان ادكت ريدايتري انتيك ان سولي بريست فيد انفنتس بيفرزر اجريفيت البروبلم. عندنا ثلاث انواع من الهيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن عشان الدكتوره ليلى قالت لي ركزي على الهيموراجيك الايرلي اونست وده يعني حضرتك تفضلت الدكتور اسامه وقاله بالتفصيل هو بيبريزنت ان ذا فيرست 24 اورز وده اهميه الهيستوري اللي احنا ما زلنا رجعنا تاني نحاول نستريس مع النواب انه بليز بليز بليز
خدوا هيستوري كويس من العيان. الماتيرنال دراجز از فيري امبورتنت في الماتيرنال هيستوري في النيونيتال هيستوري والماتيرنال ديزيزز. الاورال انتي كواجولانتس، الانتي بليتلتس، الانتي كونفالسنس، الانتي بايوتكس از سمبل از السيفوترايزون، الانتي تيوبركلس. اند ذا اونلي واي تو بريفنت ذيس برغم انه بيبقى فيري سيريس هو بان انا افويد الماتيرنال ميديكيشن دي من الاول. الكلاسيكال فورم اللي كلنا عارفينه وبنشوفه اللي هو from day 1 to day 7 ويوجوالي بيبريزنت الجي اي تي بليدنج، sometimes بنشوفه انتراكرينيال هامرج او بوست سيركمسيشن بليدنج، ويوجوالي ده بيجي في الانفانتس اللي هما they did not receive vitamin K prophylactically at birth او اللي هما are breastfed وعندهم inadequate supply من الفول من الفيتامين K. النوع اللي يهمني انا هو الليت لان هو ده اللي احنا بنشوفه اكتر كهيماتولوجيست لما بنطلب بقى في الاخر لما العين يبقى جايب ليت برزنتيشن up to 12 weeks of life وهو ده اللي very common وvery common اللي بيبريزنت بالانتراكرينيال هامرج وده بدانا نشوفه دلوقتي كتير. طيب الانسيدنس بتاع الكلاسيك فيتامين كي ديفيشنسي من 0.1 ل 1.5% اما الليت بتوصل من 4 to 10 per 100,000 births. مش لازم يبقى الثلاثه الاثنين prolonged البي تي تي والبي تي في المايلد كيسز ممكن بس يبقى لسه isolated prolonged بي تي انما لما يبدا يبقى سيفير فيتامين كي ديفيشنسي يبريزنت بكمان prolonged بي تي تي. هلاقي الفاكتور اللي هم الفيتامين كي ديبندنت فاكتورز كلهم قليلين بس طبعا فور فاينانشال ريزنز احنا عمرنا ما بنطلب الفاكتور اسيز دي في مصر لو انا شاكه من المراجل ديزيز او النيو بورن انما لو انا سسبكتنج ومش عارفه افرق بينه وبين الليفر ديزيز الفاكتور 5 هو اللي يفرق لي هنا فاكتور 5 والفايبرينوجين النورمال انما في الليفر ديزيز الفاكتور 5 والفايبرينوجين بيبقوا لو از ويل. طبعا هنا بيبقى عندي نورمال بليتلز وعشان كده طبعا الجايد لاينز كلها بتقول ان اول انفانتس شود ريسيف بروفيلاكتيك دوز او فيتامين كي ادفيرس اكوردنج طبعا للجستيشنال ايج بتاعه. الريجولر دوز اللي احنا بنديها في الفول تيرم هي 1 ميلي جرام ومش هاجي ناحيه ده لان ده تبع الهيماتولوجي. طيب الدي اي سي، الدي اي سي ان فيري شورت كلكم حضراتكم طبعا عارفينه وايد سبريد اكتيفيشن اوف ذا كواجوليشن سيستم زي الكاسكيد العاصفه اللي بتقوم ان فيري ايل بيبي فبالتالي هو ما قدرش يعني مش هتلخبط ما بينه وما بين الهيموفيليا او الكونجنتال بليدنج ديس اوردرز او ايفن مع الفيتامين كي ديفيشنسي بي اند اب ذا مالتي اورجن سيستم فيلير بوث بالتو سبيكترمز بتوعه اللي هم البليدنج والثرومبوسز وبالتالي امتى ادايجنوز ايل النيونيت ومن كتر ما هو يعني significant هو مفيش single test أصلاً يشخص لي الـ DIC إنما بنعتمد على وجود الترايات بتاع الثرومبوسايتوبينيا والبرولونج كواجيليشن بروفايل والإنكريست FTPs والD dimers إنما sometimes the picture is not that classic بالذات في الكرونيك DIC. الأكيوت this is very common presentation إنما when it is chronic مش كل البارامترز دي بنلاقيها وعشان كده حتى الـ ISTH عملت سكور مخصوص للـ DIC عشان نقدر نعرف هل هو فعلاً العيان ده likely ان هو يبقى دي اي سي او لا عشان so as not to delay interference بالتريتمنت وزي ما قلنا no single routinely available test يشخص لي دي اي سي انما هو مهم في الاميديت انترفنشن والتريتمنت از برايمري تريتمنت اوف ذا اندرلاين كوز ده اساس الدي اي سي. الريبليسمنت ثيرابي بليتلتس وكرايو فريش بولز بلازما مش هتطرق للمانجمنت لان اتقال من المانجمنت لوحده فمش عايزه اوفرلاب. اخر حاجه الليفر ديزيز فيري ريرلي ان النيو بورنز يجوا باكيوت liver cell failure most commonly ده بيبقى related as part of multi system organ failure سواء للسيبتسيميا او للشوك او للهايبوكسيا او في بعض الميتابوليك disorders اللي اهمهم زي الثايروزيميا هو اللي بيبريزنت في acute liver cell failure. ليه يحصل له bleeding multi factorial ممكن نتيجه the synthesis of coagulation factors activation of coagulation fibrinolytic system poor clearance of the activated hemostatic components thrombocytopenia loss of coagulation factors في acidic fluid والفيلير كوليوتيلايز فيتامين وهو مالتي فاكتور انما وين تو سسبكت لقيت عيان عنده اليفيتد ليفر انزيمز عنده هايبر بيليروزينيميا عنده اليفيتد امونيا ليفل ال بي اتش كواجيليشن بروفايل بتاعه برولونج الاقي ديكريس بليتلتس وفايبرينوجين والفيتامين كي ديبندنت فاكتورز از ويل از فاكتور 5 وفاكتور 7 التريتمنت بتاعه سبورتيف زي اي ليفر ديزيز. To sum up, احنا قلنا bleeding occurs in babies with a serious underlying illness هو ده the more common name to be set in DIC. Less commonly congenital bleeding disorders in the newborn. انما اهم حاجه ال accurate diagnosis for immediate and appropriate management of our patients. And thank you very much. اسباب النيونيتال bleeding سواء كانت maternal او neonatal سواء كانت platelet او coagulation disorder. ايه يعني clinical presentation اللي ممكن النيونيت يبقى present فيها؟ علشان اقول ان العيان ده عنده بليدنج تندنسي او علشان اديله الختم واقول ان ده ستاند نيونيتال بليدنج تندنسي
لازم يبقى عندي في ديتيل ليدنج هيستوري مع ديتيل فاميلي هيستوري بلس كومبليت اند ادكوات فيزيكال اكزامينشن. ان البريزنتيشن في النيوبورن ده يونيك بريزنتيشن ليهم حاجات مش موجوده في اي حد، زي ان هم بقى عندهم اكسباندد كفايه هيماتوما prolonged bleeding after circumcision oozing من الامبليكال ستامب او اني بيسمنت لاين bleeding from umbilicus. Also, sick neonate may be presented with excessive hematuria, mucous membrane bleeding, intracranial hemorrhage, or sometimes bleeding a pulmonary hemorrhage. علشان نعرف more clinical presentation and more stigmata of neonatal bleeding, دكتور أسامة مفتوح هيكلمنا على clinical presentation of neonatal bleeding. السلام عليكم، مضايقكم النهارده. هو بالنسبة للكلينيكال برزنتيشن يعني زي ما اتفقنا يعني ممكن يبقى فيري مايل فورم اوف بيلينج بالطريقة اللي احنا شفناها واتقالت في كل مع كل السبيكرز، يعني مايلد اوزي بتاعتك اصلا بيتيكال هامرج. احيانا طبعا بنوصل بيلينج فروم ذا انجكشن ساينس، و في نفس الساعات من سبيل دراماتيك سيناريو بتاع الانترافيتريكولر هيمرج، واحيانا طبعا يبقى عندي كونديكشن اوف بلاد في اماكن كثيره واشهرها اللي احنا كلنا بنشوفها اللي هي الكفاله المرحومه، يعني فيري فيري كومن احنا بنشوف الكفاله المرحومه. فعشان اوصل لدايجنوزس اوف يوريتر بليدنج اي هاف تو انسيست باور اون ذا هيستوري. فالهيستوري دي زي ما اتفقنا مهم جدا، هيستوري اوف ديزيزز ديورينج بريجنسي، وكلنا شفنا الاي تي دي والالوميون ثرومبوسيتريا الموضوع بقى كتير قد ايه الماترنال ديزيزز افتاتي دي بلاتلت كاونت والكوفريشن ديس اوردرز. زي ما الدكتور اسامه بيستافي وضح حته الافكت اوف بكتيريا فلورا، وعشان السيزيريان سيكشن والماليوس والفرويد سبيكترم انتي بايوتكس كل ده تاثيره على يعني مود اوف ديليفري فيري فيري امبورتنت. السيزيريان سيكشن عندهم هاي ريسك تو ديفلوب جينيتال بليدنج عشان الفلورا اللي هم ايويل كاري اوثوجينيك فلورا اند نوت نورمال فلورا، وده بيأثر على الفيتامين كي. السؤال برضه مهم جدا، ان احيانا الانسان دلوقتي هو حقنة الفيتامين كي ادبيرس اللي هو 1 دوز اوف 1 ملي جرام فيتامين كي 1 تو بي جيفن افتر بيرس على طول ايميديتلي. بتاخدت امتى؟ هل اتاخدت ايميديتلي بيرس ولا اتاجلت ولا اتنست خالص؟ مهم طبعا برضه زي ما كل الاساتذه تفضلوا البوستيف فاميلي هيستوري اوف كوجنيشن ديس اوردرز. برضه البليدنج نفسه اف اتز لوكالايز زي ما قلنا مجرد بوتيكي مجرد فوز بتاع رايت الستام ولا الدنيا يعني كفايه مكتوبه او كونكشن اوف بلاد اتس كوير. ذيرز ان اونست بليدنج طبعا زي ما اتفقنا الكلينيكال بريزنتيشن قلنا في فيري ايرلي اللي هو ديورينج ذا فيرست داي اوف لايف، وده غالبا بيحصل مع المذرز اللي هم خدوا ميديكيشنز ديورينج بريجنسي زي الاسبرين او الانتي كونفالسنس او الانتي بيبيتروس او مجموعه اللونج البرود سبيكترم انتي بايوتكس. ده بالنسبه للايجيبلز، ولا هو الكلاسيك فورم اللي هو من يومين من اسبوع، ولا الليت اونس راجل ديسيز اللي هو بخاف منه لانه موستلي بيجي بريزنتد باي انترا كرينيال هيمرج. ده بالنسبه للهيستري. ستيل افتر ذا هيستري برضه مهم جدا ان انا اعمل في اكزامينشن واحدد البليدنج شكله ايه بالظبط، هو مجرد بتيكي ولا ايكيماتيك باتشز بسيطه قوي ولا اكستنسيف ايكيموزس ولا كونكشن بلاد زي لارج كفايه مدومه. ذير از كونزيستنج ساينس، دايما بدور على الحاجات اللي هي بتاعت كونجنتال انفكشنز، البورش سكريننج اللي بص على هيبات سكرين اوميجا دي، بص على كاتراكت نعمل اي اكزامينشن ممكن يكون عندي كونجنتال انفكشن. ممكن الكورليشن بين بليدنج تندنسي اند هايبر بريميا، يعني ممكن هايبر بريميا تبقى سكندري من كولكشن اوف بلاد زي كفايه هيماتوما، ممكن البليدنج ديس اوردرز تكون مع حالات الكوليستيزس زي ما كلنا عارفين طبعا لما الكوليستيزس يبقى معاها فيتامين كي ديفيشنسي، وبالتالي الاطفال دول هيبقوا لايبل
to bleeding. بالنسبة للسلايد دي بتوضح لي الهيماتولوجيكال كونسيكونسز اوف ماتيريال ديزيزز ذات افكت ذا فيتوس دايابيتس فور اكزامبل. هو مش داخل معانا شوية لأنه بيعمل ثرومبوسايتوزس وبيعمل بوليسايسيميا، ولكن ساعات الثرومبوسايتوزس والبوليسايسيميا بيعملوا انترافاسكولار كوجيليشن اللي هي فاينالي تعمل لي كونسامشن كوجيليشن ممكن الولد ينزل في الحالة دي. الهايبرتنشن بيعمل ثرومبوسايتوبينيا، بعد قلنا الافكتس اوف ذا بليتلت فانكشنز سيستميك لوبس طبعا الاوتو ميون بليتلت ديستراكشن والانترايتريك انفكشنز برضه بيبقى ممكن تبقى بريزنتد باي هيموليسيس ثرومبوسايتوبينيا اند كواجلوباسي. الفيتامين كي ليدنج ديفيشنسي زي ما قلنا قسمنا الثلاث الايرلي والكلاسيك والليل، الكلام ده اتكلمت عليه دكتوره مره برضه بشكل مستفيض. الفيزيكال اكزامينيشن برضه احنا بنكرر كلام اتسمع اكتر من مره، هل هي الموضوع مجرد مايلد كيتيكي ومايلد جلوكوزال هيموريج ولا سب كوتينيوس هيماتوماس ولا العمليه اكستنسيف قوي؟ لانه زي ما اتفقنا اذا كان العمليه اكستنسيف يو ار فيسينج ميجر بروبلم، وده غالبا ممكن يحصل في طفل عنده كوجنيشن ديفيشنسي جامد قوي. لو العمليه مجرد كيتيكي او اوزنج امبلايكال ستامب يو ار فيسينج كيس اوف كلاسيك هيموراجيك ديسيز اوف نيو بورن اللي احنا متعودين عليه. الجولس طبعا اتفقنا لو اف ات از بريزنت يعني ده معناه ان انا افكر في سيبسيس في ليفر ديسيز في لارج هيماتوما. الابنورمال ريتنال فايندنجز المايكرو كيفري نفكر في البوش. ابنورمال ريتنال ساعات بنلاقي حاجه مع الكونجنتال سيفلس اسمها السولت بيبر ابيرنس او ذا ريتنال. ذا ثيرد ستيب هاو ديفرنشال دايجنوستس طبعا برضه هو تكرار لكلام اتقال قبل كده ان احنا بنجمعنا هل البيبي ده ويل بيبي ولا ديسيز بيبي. الويل بيبي كلنا عارفين بالاساس هيبقى تفكيرنا مصاب على الكلاسيك فورم اوف فيتامين كي ديفيشنسي او السوال والماتيرنال بلاد اللي احنا اتكلمنا عنهم في المره الاولانيه. الحاجه الثانيه هل الولد ده سيك بيبي ولا لا؟ سيك بيبي طبعا هنخش في السيبسيس زي ما قلنا والانترابلينيال هنتكلم على كونديشن اوف ذا بيبي. طبعا اللي هو لو كان سيك بيبي فكر في دي اي سي او بكتيريال او فايرال انفكشنز. الويل بيبي طبعا برضه بنتكلم على الفيتامين كي ديفيشنسي الايزوليت بروتين فاكتور ديفيشنسي دول عزه استفاضت فيهم جامد دلوقتي. النيو ثرومبوسايتوبينيا والماتيرنال بلاد ان انفجر تي اللي هو بسؤال ماتيرنال بلاد. الكوزز اوف بليدنج بقى هو الجدول ده بيفرق لي حقيقي ما بين هل البليدنج ده ديو تو بليتلتس ولا ديو تو كوجنيشن فاكتور ديفيكت. بيفرق معايا البليتلت بليدنج بيبقى حاجات غالبا مايلد ما فيهاش قلق قوي يعني ممكن يكون السكيل او الميوكس ممبرين، بينما الكوجنيشن ديس اوردرز فيها ديب سوفت تيشو جوينتس اند ماسلز. البتيكي يعني في البليتلتس موجوده في الكوجنيشن ديس اوردرز الكبيره غالبا احنا بنتكلم في حاجات اوتوماتيك باتشز كبيره كولكشن اوف بلاد او كده. الايكوموزس ممكن تبقى فيري سمول اند سوبرفيشال في حالات البليتلت ديس اوردرز، تبقى لارج جديد في حالات الكوجنيشن فاكتورز. الهيمارتروزس والمصل مفيش طبعا مع البليتلتس لكن كومن اكتر مع البروتيك فاكتور ديفيشنسي. بليتنج افتر سيرجري هيبقى موجود في الاثنين لكن في البليتلتس هيبقى immediately after the wound is done، لكن ممكن في الكوجنيشن اوردرز يبان ليتر اون بعد ما فتره من Thank you very much. دلوقتي شفنا الكلينيكال بريزنتيشن ان انت بليدنج وممكن يبقى بريزنتد بايه. طيب علشان اعمل لاب دايجنوزس في نيونيت، حقيقي اللاب دايجنوزس مش حاجه سهله لانه حاجه تشالنجنج لانها مش حاجه واحده بتدايلمت دايجنوزس. في وجود الابسنت للبيشنت هيستوري مع يونيك فيزيكال فايندنج مع فيسيولوجيكال ديكريز الليفل اوف بلازما بروتين مع ان يبقى في فالاسز في لاب لبعض التستات زي البليتل فانكشن تيست، ده الحقيقه بيخلي الدايجنوزس يبقى سلايتلي بيت ديفيكالت وان.
وبقى قدامنا تشالنج ان انا احدد البليتلت كاونت دايركتيفلي سمبل، لكن بيبقى مور تشالنجينج تو اكيوتلي تيست فور بليتلت فانكشن زي ما قلنا علشان يبقى فيه فالسيس في اللاك مع ديفيكالت فين باكشر شويه في النيونيت. التشالنج الثاني ان انا لو عندي اوريدي في كونجيشن في البروستروم بالتايم ده بيرفلكت ديكريس في الفيتامين دي ديبندنت بروتين فاكتور اولسو البي تي تي ممكن يقل ازويل. تو اوفركم ذيس تشالنجز محتاجين multiple questions to be answered، محتاجين systematic approach to try to overcome this challenge and answer our question اللي هيجاوب عليها أستاذنا الأستاذ الدكتور أسامة الصافي. أول حاجة حضرتك يعني لما يجي لي طفل ممكن تبين سكت خلاص سواء bleeding from GIT أو bleeding from any sites، فأول حاجة في GIT أنا أفكر بترجع دم من بقه هل مكان من portion ولا unital from the newborn. الماترنال انا بعمل اي بي سي اس عشان بتشوف الماترنال فاكتورز سواء كان ده بلع دم زي ما بقول او سواء كان بريست فيدنج وفي فيشر ونيبل فيشر وبيطلع البلط وينزل البلط وياما حالات ان احنا نتاكد العيان يعملوا سيشن كتيره والكل عيب في الام جاست نيبل فيشر مش اكتر من كده. فانا دايما بشوف على الحاجه دي اول حاجه بسكلوجن ان انا يكون ماترنال فيشر. فأي طفل لما يجيب بليدنج في حاجة بعمل بريفرال بلاد سميز. البريفرال بلاد سميز ده هتهمني في ايه؟ هتهمني في حاجتين، هتهمني في التوتال بليتل كاونت، لو في بليتل كاونت أقل من 100,000 هعتبر في ثرومبوسايتوبينيا، دي أول حاجة. تاني سايز أوف البليتل، هل هي جنت بليتل ولا سمول سايز بليتل؟ لو جنت بليتل بفكر في برنارد سوليوم سيليا سندروم وأفكر في السمول في ويسك القلب إن أنا فيها سمول سايز. يبقى انا المورفولوجي اوف ديزيز ده مهم عندي. بعد كده انا بعمل ازاي ابروتش ان انا العين بتاعي ده عنده بليتد ولا عنده كوبوليشن. طب لو عنده بليتد فانكشن فيها المفروض انا بدايه لما عشان اعمل بعمل بي تي وبي تي تي وريدنج تايم والسي بي سي ده على اساسه هيتحدد لي انا اشوف الكاتيجوري بتاعي فين. لو الكاتيجوري بتاعي في البي تي والبي تي تي سواء كان البي تي لوحدها او البي تي تي لوحدها او الاثنين مع بعض ده افكر في الكوربوليشن. في السي بي سي سواء كان بليت كاونت نورمال او قليل وبليدنج تايم برولونج او نورمال هبدا افكر في بليتد كونديشن. لو انا عندي بليدنج تايم برولونج والسي بي سي كاونت البليتد كاونت نورمال افكر في ثرومبو اسين. لو بليدنج تايم بالنسبه لي برولونج والبليتد كاونت نورمال بفكر في ثرومبو اسين. لو بليتد كاونت قليل وبالتالي هتبقى البيدنج تايم برولونج يبقى انا افكر في الثرومبوسايتوبينيا يبقى انا عندي فيها الاثنين. يبقى ده كفالس ايتمز اللي انا ممكن بتكلم عشان اشوف ده ثرومبوسايتوبينيا ولا ايه. يبقى لو بليتد نمبر كاونت نورمال وعندي البي تي البيدنج تايم برولونج بفكر في الثرومبوسايتوبينيا وامسك اكمل بليتد فانكشن تيست. لو بليتد كاونت قليل وده سمو سايتوبيني هبدا بقى اشوف بقى هيست كويس اشوف ماتيرنال هيستري اشوف في ال ويمكن برضه انا بسال نفسي ان لو الام عندها سيستم جلوبس او عندها اوتو مين سمو سايتوبيني ممكن يعدي الانتي بادي خلال الباسنتا وممكن اثر على البليت كاونت وممكن يقلل البليت كاونت موجوده. يمكن في سؤال صغير كده هل الام اللي عندها اوتو انتي بادي اجينست بليت ترضع طبيعي ولا ما ترضعش؟ ده سؤال بتسألوه هل الأم عندها سيستميك لوبس أو عندها أوتو أميون هيموليتيك أوتو أميون ثرومبوسايتوبينيك بريفرنس؟ بس لا أنا ممكن نجاوب على السؤال ده. بص حبيبي بالعكس الصداع الطبيعية معلش عشان برضه يعني هو حضرتك أنت عارف تماما إن أنا بالنسبة لي أنا لو كنت عندك شوبس لا غير كده ده الرضاعة نفسها بتحسن الإيمنولوجي بتاعة الأم يعني الرضاعه الطبيعيه هتحسن الايميولوجيك ريسبونس بتاع الام فبتوع دايما الروماتويد والسيستميك لوبس يعني يرضعوا افضل يرضعوا افضل يجي مع الدراكس اللي هم بياخدوهم يعني يجي مع الدراكس انا معايا حضرتك ماشي لا وانا كمان عايز اقول لحضرتك حاجه ان اللي عاوز اوصله ان الانتي بادي اللي بتعدي من خلال بريس ميت 80% منها اي جي اي خلاص والسيستميك لوبس والاوتومون اي جي جي خلاص يبقى البريست فيد عشان انا بقول الكلام ده ليه؟ نو اني كونتر اندكيشن في البريست فيدنج وقال في كل محاضره
وبتكلم على هيماتولوجي اونكولوجي نيورولوجي لازم اتكلم ادرس الاجابه واحده بس طيب يبقى احنا عرفنا البريت طب انا ايه تسال عشان اعمل كوجنيشن مصريه هعمل بوسون بيك تايم وهعمل بارشا سومو كاسين تايم وهعمل سوم بين تايم وهعمل بوسون بين تايم وهعمل دي دايما وسبيسيفيك انا هقسم نفسي كده ايه للجدول ده اللي انا اقول انا عشان اوصل في عندي سك او وي وفي ايه في السك بيشن انا عندي البليتد كاونت والبوسون بين تايم والبارشا سومو كاسين تايم في الدي اي سي بلاقي البليتد كاونت بي ايه والبروسون بيل تايم بيزيد والبارشا سومر بيل تايم بيزيد في السبسس البليتد كاونت بيقل لكن بي تي والبي تي تي نورمال في الليفر ديزيز البليتد كاونت نورمال والبي تي والبي تي تي بروفيت الستريس ليد ممكن يحصل ستريس نتيجه اي بروبلم من بورد لكن كل البارامترز عنده نورمال في ال HI لو لقيت بريد كاونت قليل دي ثرومبوسيتوبينيا باسبابها المختلفه سواء كان فورميشن اوف ثرومبوزس سواء كان في اوبر انفكشن سواء كان في هيمانجيوما اي حاجه فرديه لو في حضرتك بوسو بيل تايم برونج بارشا سومو بلاستين تايم برونج بفكر في المراجيك ديزيز نيو بورن لو لقيت البارشا سومو بلاستين تايم برونج بفكر في هيديتري بروتين فاكتورز لو لقيت بريدنج تايم البليتد كاونت نورمال البليتد تايم نورمال والبارشا سومو بلاستين تايم نورمال والحاجات دي كلها برونج بفكر في فاكتور 13 بالنسبه للدكتوره منى غامدي بالنسبه لفاكتور 13 خصوصا في سلاب يمكن احنا المشكله بقى في الاور ماي لوكاليتي حوالي 13 حاله من سين فاميلي 13 حاله من سين فاميلي ودي طبعا بتعمل بروبلم في سفر بره ما بقى يعني يعمل بي تي وبتي وكل حاجه نورمال يقول له ما عندكش حاجه يتصلوا بيا ويكلمونا اقول لهم اعملوا كذا طيب ازاي انا ابروش الحل ازاي انا امشي الحل كجنرال بيجاتريشن انا من عندي يجي بعمل له صوره دم واعمل له بريفرال سمير واعمل له بليت سايز مورفولوجي واعمل له بليدنج تايم بروسون بين تايم واكتيفيت البارشا سوبوزيتيف تايم اللي هو بالبيج هو الهيموجلوبين في سيكي سي هتوضح لي هيموجلوبين قليل وفي بلاد لوس الجاينت بليت او مايكرو بليت كل واحده لها ديزيز معين انا بقى هقسم المجموعتين عليه هل العيان ده عنده ثرومبوسيتوبينيا ولا عيان مزود ثرومبوسيتوبينيا لو عيان عنده ثرومبوسيتوبينيا بشوف هل هو معاه ثرومبوسيتوبينيا في برومبة البي تي برومبة البي تي تي لو برومبة البي تي والبي تي تي مع ثرومبوسيتوبينيا بفكر في الدي اي سي والسيبسس خلاص لو البي تي والبي تي تي نورمال بفكر في الاي تي بي والبومر هايبوبليزيا والاوكل انفكشن وثرومبوسيتوبينيا لو هو ما عندوش ثرومبوسيتوبينيا بعمل بي تي والاكتيفيتد بي تي تي خلاص لو عندي الابنورمال بي تي والبي تي لو هما الاثنين مع بعض طب واحد البي تي ابنورمال بص البي تي ابنورمال والبي تي تي نورمال بفكر في ليفر ديزيز بفكر فاكتور 7 بفكر وارفرين ثيرابي لو انا عندي نورمال بص البي تي تايم وعندي ابنورمال بي تي تي بفكر فاكتور 8 و9 و11 او مودر تو سيفير هوم بروان ديزيز لو عندي بروسون بين تايم برولونجد اند البي تي تي برولونجد بفكر في الليفر ديزيز والدي اي سي والفيتامين كي ديفيشن لو عندي كل حاجه نورمال يبقى بحط فاكتور 13 والهوم بروان ديزيز وبليت فانكشن تيست وفاسكولار ديسوردرز اند سو الميتال بيلينج انا عارفه طبعا انه احنا خلصنا كل حاجه وكل حاجه اتقالت بس احنا ليه عايزين نعالج اصلا كلام غريب قوي في الايه يعني هو البروموشن اوف كارديو ريسبيراتوري ستابيليتي دي اول حاجه ثاني حاجه ريبليسمنت طبعا الانترا فاسكولار كوليوم وتو فنتيليشن سبورت دي الثلاث حاجات اللي احنا ليه بنعالج الاطفال دول لانه حضراتكم لو شفتوا واحنا كلنا لو حد من الهيماتولوجي في اليونيت وشاف البليدنج بيبقى حرب يعني نيجي نقص الكورد نلاقيه عمال ينزل لنا دم فظيع لا الطفل لما بيخرج فعلا بتبقى مناظر صعبه جدا عندنا في الهيماتولوجي طب المانجمنت بقى بعد الكلام ده كله هناخد من كل حاجه اتقالت هنشوف المانجمنت بتاعها ازاي هي بتبقى يا اما بروفيلاكتيك اند ثيرابيوتيك زي الفيتامين كي يا اما ان احنا بنعمل ريبليسمنت بالفاكتورز او بالبليتلت الحاجه اللي ناقصه بنحاول نعوضها وساعات
بنعوض كله على بعض، يعني مفيش حاجه اسمها ادي حاجه واحده، ساعات بدي اكتر من حاجه عشان اقدر يعني امسك الطفل ده من البليدنج، لان فعلا زي ما بقول حضرتك ساعات بتبقى هارد. فاول حاجه دايما اتقالت هي الهيموراجيك ديزيز اوف ذا نيوبورن. الحقيقه الهيموراجيك ديزيز اوف ذا نيوبورن ما بقاش دلوقتي هي دي الكلمه المظبوطه، الكلمه المظبوطه هو فيتامين دي ديفيشنت بليدنج، هو ده دلوقتي الترم المظبوط عشان الكل يبقى عارف كلمه فيتامين كي ديفيشنت بليدنج ده مهم جدا، ما نقولش كلمه هيموراجيك والناس يحصل فيها كونفيوجن. فالفيتامين كي ديفيشنت بليدنج طبعا احنا شفنا التشالنج بتاعها، فاحنا هننتقل بقى الطفل ده احنا عارفين ان احنا بنيجي البروفلاكتيك بتاعنا الواحد ملي جرام، بس واحد ملي جرام لمين؟ واحد ملي جرام لاكثر من كيلو ونص، الطفل الاكثر من كيلو ونص. ما احنا مشكلتنا في النيوبورن او احنا ليه سبيسيفيستي قوي موجوده؟ لان احنا عندنا ديفرنت ايجز، والديفرنت ايجز دي بتحتاج ديفرنت دوزز، فالاكثر من كيلو ونص اديله 1 ملي جرام انترا ماسكولار، اللي اقل من كيلو ونص اديله نص ملي جرام انترا ماسكولار. دي حاجه. الحاجه الثانيه السبيسيفيك لنا الكل قال ايه؟ قال ان الماتيرنال كونديشن مشكله عندنا، وهي دي اللي بتعمل ايرلي بليدنج، صح ولا لا؟ اللي هو الايرلي فيتامين دي ديفيشن، اللي هو الطفل يتولد في اول 24 ساعه تلاقيه عمال ينزل. طب ده ايه؟ ده الام بتبقى واخده دراكس، فبنبقى لازم الهيستوري يبقى عندنا كويس جدا من الام وهي حامل، ان احنا قبل ما تولد ونقول كده بتاع النسا للدكتور النسا انه قبل ما تولد الام تاخد فيتامين كي، ده البري نيتال مانجمنت المفروض نقول ان هو 10 ملي جرام، الام تاخد 10 ملي جرام انترافينوس فيتامين كي بيفور الدليفري، يقوم ده يقلل لي كتير جدا خصوصا لمين؟ هو لحد كل الامهات؟ لا، حد الام اللي بتاخد اسبرين، حد الام اللي بتاخد فينوبار، هاخد الام اللي بتاخد الانتي كونفانتنت الثانيه، اللي هم السيلكتد دول اللي اتقال عليهم قبل كده هم دول اللي هدقق على الام انها تاخد الفيتامين كي، ونقول للدكتور النساء قبل ما تولد ب 24 ساعه. طيب الطفل اللي هو بياخد توتال بارنترال نيوتريشن كمان ده ما ننساهوش، لان احنا مع التوتال بارنترال نيوتريشن بنحط فيتامينز مالتي فيتامينز ما بتقبلش فيها فيتامين كي. يبقى كل الاطفال النيو بورن اللي هم على توتال بارنترال نيوتريشن شود ان انا اديهم فيتامين كي اسبوعيا لحد ما يخلص. كل ده على فكره في النيكيوز عندنا ما بناخدش بالنا من الكلام ده، احنا بنديه البروفيلاكتيك الدوز الاولاني وخلاص، لكن لما بيقعد على حاجه ما بناخدش بالنا وعم نوت اوير ان احنا نبتدي ندي توتال بارنتال نيوتريشن لازم اسبوعيا يبتدي ياخد 1 ل 3 مللي جرام فيتامين كي. كمان لما نلاقي الطفل ده بينزف من اول يوم جامد جدا، حد فيتامين كي صح، لكن عقبال ما يشتغل ادي فريش فروزن بلازما. عشان كده بقول لكم كتير بندي حاجات دبل وتربل حاجات مع بعض، احنا ما بنستناش على حاجه واحده. يبقى حد فيتامين كي ايوه، لكن في نفس الوقت هكون مديه، يبقى مديت المدر واديت الطفل، وعشان يبتدي يشتغل اكون عقبال ما يبتدي يشتغل ادي فريش فروزن بلازما. طيب المانجمنت بقى الثاني اللي هو الريبليسمنت، ما هو الريبليسمنت الثاني يا اما هيبقى ببليتلت يا اما هيبقى بكواجيليشن فاكتور. بالنسبه للبليتلت ترانسفيوجن طبعا في النيونيتال ترومبوسايتوبينيا احنا اهم حاجه الدكتور عبد الرازق قال يعني ايه الديفينيشن بتاعنا، لكن التارجت بتاعنا على الاقل احنا نخلي البليتلت على 100,000، ده التارجت بتاعنا، نخلي البليتلت على 100,000. ولازم نعرف احنا عندنا في المستشفيات ايه؟ يعني كيس البليتلت بيديني بيرفع البليتلت قد ايه؟ يعني يمكن لو سالت محدش هيبقى عارف، لكن لازم نسال بتوع الكلينيكال باثولوجي نقول لهم هو الكيس ايه؟ يعني انا عرفت ان عندنا نوعين من الكيس، في كيس صغير اللي هو 40 مللي وده بيرفع تقريبا 5,000 من 50,000 ل 100,000، من 50,000 ل 100,000، وفي حاجات اعلى وبتعلي اكتر من كده. فيعني لازم احنا نسال، يعني مش مهم، المهم انا عندي، انا مثلا في المستشفى الزهراء احنا عندنا السنجل دونر
ده 40 مللي وده بيرفع بقد ايه؟ قالوا مش عارفه من 5000 ل 10000. في واحد تاني اكياس كبيره 250 ودي بترفع من 10000 ل 20000. فلازم ابقى عارفه انا وانا بستعمل الطفل انا هستعمل النيو بورن هستعمل ايه وهيرفع لي قد ايه. في جايد لاين ظريف جدا قال لنا ايه؟ قال لنا اي طفل البليت بتاعه اقل من 30000 سواء بليدنج مش بليدنج اي يعني ولا يعني مش لازم بليدنج، لو مش بليدنج كمان ده لازم تديله بليتل ترانسفيوشن. واللي بليتل بتاعه فوق ال 99000 ما تلمسوش مالكش دعوه بيه. طيب بينهم مين بقى؟ بينهم اللي هو اكتر من 30000 لحد 99000 اللي دول حسب بقى اذا كان ده ماينور بليدنج ولا ميجور بليدنج. خلاص عشان كده قسم اللي اقل من 30000 ده كله هيقفل من 30000 ل 49 ترانسفيوز اف بليدنج اور هاي ريسك يعني بليدنج بسيط حصل مثلا بليدنج ستامب من الامريكان ستامب وانت بتشفط جاب شويه بليدنج ده هتعمله تديله من 50 ل 99 برضه ترانسفيوز اف سيفير بليدنج. اكتر من 99 ما تلمسوش خليه كده وما تلمسوش خالص. تمام يبقى انت عندك مساحه كبيره ان انت يا تستعمل يا ما تستعملش وتقعد تبزير الطفل ده وهنشوف ليه بنعمل كده. البليتلت اللي استخدمه لازم يبقى اتش ال اي ماتش وده طبعا مش عندنا. ايراديتد وار اتش نيجاتيف لو كنت هتستعملوه للاطفال ار اتش نيجاتيف يبقى لازم البليتلت تبقى ار اتش نيجاتيف يعني مش اي بليتلت. دي حاجه. والحاجه الثانيه ان البليتلت لازم يبقى اي بي او زي بالظبط ما بنعمل البلاك نعمل ليه البليتلت لانه البليتلت ممكن يعمل لك هيموليسيس ممكن يعمل هيموليسيس وممكن بتستخدموه في الاطفال اللي هو الاميون الاهلو اميون هتلاقي ان احنا بنستعمله 60 تلاقيه 60000 الولد ده نزل بعد الترانسفيوجن تلاقيه يبقى 50000 يبقى 40000 ليه؟ لانه الطفل ده ما خدناش بالنا البليتلت اللي احنا بنستخدمها دي كانت ماتش معاه ولا مش ماتش. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا اي بي او ار اتش زي الطفل اي بي او وار اتش. دي بالنسبه لنا ان انا لازم استخدمه خلال 30 ل 60 منت. بعد كده اذا انا هستعمل البليتلت نون ماتش يعني ابن الطفل عمال ينزف وانت عايز تجيب له بليتلت وطلع ثرومبوسايتوبينيا وجايب ونون ماتش ما لحقتش مش ملاحق يعني اللي موجود عندك في الـ في الـ في اللاب رحت واخده ورحت مديله. لو كده لو نار ماتش والولد بينزف خلي دايما تدي اي في اي جي لاحسن الطفل ده يدخل في ايميون معاك يعني ممكن تديله ادام نار ماتش تديله اي في اي جي في الحاله دي. خلاص؟ يبقى لو طفل ثرومبوسايتوبينيا هتدي بليتلت لازم تبقى ماتش. مش ماتش ده عشان انت مستعجل ادي معاه اي في اي جي ودي من الحاجات اللي بقت ريكومندد وحاجات مهمه جدا. طبعا هخلي بالي لاي طفل عنده اقل من ثرومبوسايتوبينيا هعمل السي تي على البرين او لازم اتابع الهيست كفرنج زي ما اتقال قبل كده واحاول اخلي دايما البليتلت فوق ال 50000 اللي هو في الرينج اللي احنا قلناه قبل كده. طب تاني حاجة الفريش فروزن بلازما اللي أنا هستخدمها. أدام هستعمل فريش فروزن بلازما يبقى أنا بعوض فاكتورز، يعني ما ينفعش إن أنا أدي فريش فروزن بلازما عشان طفل عنده هايبوبروتينيميا. خلاص؟ مش عشان بس أعمل ريزرفيشن للبلاد فوليوم، لا أنا بدي فريش فروزن بلازما عشان الفاكتورز، لو كان في عندي فاكتور ديفكت. يوجوالي ان الفريش فروزن بلازما بيبقى من 10 ل 15 ml بير كي جي ده اللي احنا ده الدوزز اللي احنا بنستعملها عندنا في النيكو في يعني في بنستعملها في النيكو. طب بتزود قد ايه؟ بتزود الفاكتورز ب 20 ل 30%. لازم تعرف ان 10 ل 15 ml بير كي جي بيزود الفاكتورز ب 20 ل 30% ولازم الفريش فروزن تستعملها خلال ساعتين لاربع ساعات بالكتير وبعد كده هتترمي ولازم تبقى اي بي او مش مهم ار اتش الوحيده الار اتش اللي هي بليتلت. يعني لو الطفل ار اتش نيجاتيف لازم البيرسيت يبقى نيجاتيف لكن في الفريش فروزن بلازما لا اي بي او بس
ليه؟ قال لك لان حتى لو فيها ار بي سي بتبقى ستروما، مش الار بي سي نفسها بتبقى ستروما بس، فما بتعملش بتبقى لو ارتجينستي. الانديكيشن زي ما قلنا اي حاجه بتعمل فاكتور ديفكت زي ما اتقال قبل كده، فانا مش هخوض فيها. كل حاجات بتعمل فاكتور ديفكت انا ممكن اديها فريش فروزن بلازما. الكونترا انديكيشن بس هو في الاميون ديفيشنسي ستيت، هي دي ما بديش فيها الفريش فروت. تالت حاجه بنستخدمها كتير هو الكرايو. الكرايو جاي من الفريش فروزن، لكن ايه اهميته؟ يبقى احنا قلنا الفريش فروزن ده اهميته في الفاكتور، انما الكرايو اهميته انه مليان فايبرينوجين. الكيس فيه 300 ملي جرام فايبرينوجين، يبقى ده هيستعمل فين؟ هيستعمل في حاجتين، فاما كونجنتال افايبروجينيميا او انه يكون عنده اكوايرد افايبروجينيميا زي في حالات ايه؟ الدي اي سي والليفر ديزيزز. يبقى عرفت كمان الكاريو الكرايو انا بستخدمه في ايه بالظبط؟ طب هل ممكن استخدم بليتلي وكرايو وفريش فروزن؟ ايوه ممكن. تعرفين في حالات ايه؟ سيفير هيموش. في السيفير هيموش عارفين يعني ايه سيفير هيموش؟ يعني الطفل ده اللي هو بنسميه ماسيف ترانسفيوجن، ان انا الطفل ده بيحتاج قد الفوليوم بتاعه 100% في الفوليوم بتاعه انا بديله، يعني الطفل ده هيحتاج ان انا اديله 80 او 85 ال بير كي جي او 50% من الفوليوم بتاعه خلال 4 ساعات. يعني سيفير هيموش انت مش ملاحق تقدر تدي الثلاث حاجات مع بعض. الحاجات البليسمنت الثانيه برضو اللي اتكلموا عليها الاساتذه فاكتور 8. طبعا فاكتور 8 ده ممكن ادي ممكن عقبال ما اجيب فاكتور 8 ادي على فكره فيتامين كي، افضل ادي الطفل ده فيتامين كي يوميا لحد ما يتوفر عندي الفاكتور 8. فاكتور 8 بديه من 20 ل 50 يونت في الكي جي، وبيزود مفروض 2% من الفاكتور ده اول ما بدي. بنحاول افويد في الاطفال اللي احنا شاكين ان هم هيموفيليا، بنافويد خصوصا فاكتور 8، لان فاكتور 9 زي ما اتقال قبل كده ان فاكتور 9 غالبا بيبقى ديفكت في النيو بورن وبيظهر متاخر، فالمايلد كيسز ما بنشوفهاش. افويد انترا ماسكولار انجكشن وارينج دايما للهيد التراساوند. الفاكتور 9 نفس الكلام، بس بنحتاج الرينج بتاعه من 20 ل 100 يونت بير كي جي، وبنحتاج ان احنا الهاف لايف بتاعه من 12 ل 24. في حاجات ثانيه زي السحر بالنسبه لنا اللي هو كان الريكومبتنت فاكتور 7. انا مش عارفه حد استخدم الريكومبتنت فاكتور 7 ولا لا؟ استخدمته بكام؟ بكام دلوقتي؟ ب 5000. انا كنت يعني كنت هموت اجيبه احطه في الحضانه، لان احنا شفنا حاجات التأمين الصحي بيوفر دلوقتي. لان انا لما كنت رئيس الوحده كنت هموت على فاكتور 7 ده لما عرفت. اللي هتحصل بعد كده للاطفال، وده كل الحاجات اللي انا قلتها.
حاجه بقى عشان اخد كلمتين في البانل، يعني طلعنا بايه من البانل؟ طلعنا ان البليدنج في النيبول ده سيريس بروبلم، انه بيعمل لي سيريس كارديوفاسكولوجيكال مانيفستيشن، وهو حاجه يونيك. النيونيتال الوميوسوم سيتوبينيا شود بي سسبكتد زي ما الدكتور عبد الرزاق قال لنا في اني ويل ابيلنت نيونيت هو ار بريزنتد ايرلي ويز سيفير ثرومبوسايتوبينيا. And also should be suspected in any unit who presented with parenchymal intracranial hemorrhage with severe thrombocytopenia early in life. Effort with the deficiency of coagulation factor may bleed in newborn period also. Laboratory diagnosis of neonatal bleeding is a dilemma and a challenging issue because variation in laboratory such as platelet function test may render the diagnosis very difficult. Localized bleeding in inherited platelet dysfunction can be treated with topical thrombin or antifibrotic agent, but invasive residual usually require reflective platelet transfusion. ودي المسج طلعنا بيها من محاضرة الدكتور عزة. Potential prevention through vitamin K and treatment of underlying condition and replacement therapy are the main goals in management of neonatal bleeding. وشكرا جزيلا لكل الساعة.